السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم في برنامج صباح رباح، واللي نطلع عليكم فيه يوميا في هذه الحلقة نتابع مواضيع مميزة ومهمة إلى جانب مواكبة الفعاليات المختلفة. والبداية مع العناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يعقد جلسة مباحثات مع فخامة رئيس جمهورية سيشل. وفي الشأن الثقافي مواضيع وفقرات متنوعة نتابع فيها. كتارة تعلن عن انطلاق فعاليات النسخة 9 من مهرجان سينيار. ووزارة الثقافة والرياضة تفتتح فرعا جديدا لمركز نوماس في سوق الوكرة القديم. عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة رئيس جمهورية سيشل جلسة مباحثات رسمية بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم بالديوان الأميري صباح أمس. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تطويرها وتعزيزها، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والرياضة، كما تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب المباحثات شهد سمو الأمير المفدى وفخامة رئيس جمهورية سيشل مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري ومذكرة تفاهم في المجال الرياضي. حضر الجلسة ومراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وحضرها أيضا من جانب سيشل أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. هذا وكان قد جرى لفخامة رئيس جمهورية سيشل مراسم استقبال رسمية لدى وصوله إلى الديوان الأميري. واستكمال الأخبار المحلية، نتعرف على أهم العناوين والتي وردت في أخبار الصحف الصادرة اليوم مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عقد جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس وفيل رامكلاون رئيس جمهورية سيشل، بحثا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تطويرها. انعقاد ملتقى التعليم الإلكتروني الافتراضي الأول تحت عنوان إضاءات رقمية غدا، وهو موجه لموظفي وزارة التعليم والتعليم العالي. المهندس إبراهيم فخره مدير إدارة المشاريع في جامعة قطر، حزمة مشاريع أكاديمية ضخمة بقيمة ملياري ريال. صلاح الملا مدير مركز شؤون المسرح، مهرجان المسرح الجامعي الذي انطلقت دورته الثانية تزامناً مع فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة الإسلامية يفتح الأفاق أمام إبداعات الشباب. ننتقل إلى صحيفة الراية. مركز إعادة التأهيل التابع لمؤسسة حمد الطبية يطلق خط المساعدة الجديد تواصل لتسهيل الحصول على الرعاية المستمرة بعد الخروج من المستشفى. وزارة التعليم والتعليم العالي تدعو أولياء الأمور للمشاركة في الاستطلاع التربوي، وأكدت أن الإجابة لن تستغرق سوى 5 دقائق. جاسم إبراهيم فخره المنسق الوطني للجمعية الدولية للعلاقات العامة في قطر خلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط للاتصال الرقمي، الثورة الرقمية نقلة نوعية في العلاقات العامة. إلى صحيفة العرب.
لقاء تعريفي حول تطور العمل الإنساني في قطر بمعهد الدوحة للدراسات العليا، تناول الفرص الوظيفية الواعدة بقطاع المنظمات الخيرية. قطر الخيرية تطلق مشاريع تعليمية جديدة في الصومال بهدف ترسيخ الاهتمام بالأنشطة التربوية والثقافية. وزارة الصحة العامة: سرعة برنامج التطعيم تعطي الأمل بالعودة التدريجية لما قبل الوباء. توقيع 4 إصدارات جديدة ضمن فعاليات شارع ابن الريب الثقافي. إلى صحيفة الوطن: جامعة قطر تحتفي بالتعبير اللغوي بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر. استشارة حول شبكات الجيل السادس اللاسلكية تنشرها هيئة تنظيم الاتصالات. لآلئ أبو ألفين المدير التنفيذي لمركز الشفلاح: أهمية دمج ذوي الإعاقة وتمكينهم كبيرة بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون. كهرماء تحتفل باليوم العالمي للمياه. نختم الجولة بصحيفة لوسيل: شركة حصاد اكتمال إنشاء سوق جديدة في منطقة أبو نخلة للإبل، يضم 30 حظيرة للجمال و45 محلاً لبيع الأعلاف. معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر يناقش خطة إعادة تدوير النفايات. كلية شمال الأطلنطي تعرض مشاريع تخرج طلاب تكنولوجيا الهندسة. ناصر العطية يحرز الميدالية البرونزية في كأس العالم للرماية بالعاصمة نيودلهي. إذا مشاهدينا ومستمعينا، كانت هذه مقتطفات من عناوين الصحافة اليوم. الحين نتعرف على سؤال حلقتنا اليوم، وهو: كيف تسهم المراكز الشبابية في تطوير الإنسان؟ بالتأكيد نرحب مشاركاتكم وتفاعلكم معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الريان، وأيضا نرحب باقتراحاتكم اللي بالتأكيد تسعدنا فيما يخص برنامج الصباح رباح من خلال إيميل البرنامج أو حتى عبر هاشتاج برنامج الصباح رباح. الحين خلونا نتعرف على النشرة الجوية لليوم. والمزيد عن حالة الطقس تنضم إلينا عبر الهاتف المتنبئ الجوي سارة النعيمي من إدارة الأرصاد الجوية. سارة صباح الخير. صباح عليك أختي بالخير وحنان اليافعي وأخوان المشاهدين بكل خير يا هلا. سارة كلمينا عن حالة الطقس لليوم. في البداية لا يوجد عندنا تحذير على الساحل وداخل البحر. نعم. أجواء معتدلة بوجه عام مع رياح جنوبية شرقية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عبدة. الموجة على الساحل وداخل البحر من 1 إلى 4 قدم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة سجلت الصغرى على الدوحة 22 درجة، متوقعينها توصل في مدينة الدوحة العظمى 33 درجة مئوية. أما بالنسبة للغد بإذن الله لا يوجد عندنا أي تحذير على الساحل وداخل البحر،
والأجواء معتدلة بشكل عام مع بعض السحب في البداية. الرياح بتكون شمالية غربية شمالية شرقية بوجه عام من خفيفة إلى معتدلة السرعة. الموج من 1-4 قدم. هذا والله أعلم. طابت أوقاتكم بكل خير. مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. شكرا المتنبئ الجوي سارة النعيمي من الهيئة العامة للطيران المدني. إذن ومن أخبار الطقس إلى أخبار كتارة، حيث كشفت المؤسسة العامة الحي الثقافي كتارة عن موعد انطلاق فعاليات النسخة 9 من مهرجان سنيار والذي يوافق 18 من شهر مايو المقبل. تفاصيل أوفى نشاهدها في التقرير التالي. إحياءً لتقاليد الآباء والأجداد وعاداتهم المرتبطة بالحياة البحرية، أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة عن تحديد يوم الثلاثاء 18 من مايو المقبل ليكون موعداً لانطلاق فعاليات النسخة 9 من مهرجان سنيار الذي تنظمه كتارة في إطار محافظتها على التراث البحري القطري، عبر تنظيم مهرجانات من قبيل مهرجان سنيار لعرض الموروث البحري الأصيل بالطريقة التي تليق بتاريخه العريق والمتجذر في وجدان وتاريخ أهل قطر. وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد قامت في العام الماضي بتحديد شروط المشاركة في المهرجان، وهي أن يكون المحمل خشبيا تقليديا أو مطورا وصالحا للإبحار، وأن تتوفر فيه أدوات السلامة وأجهزة الملاحة، وأن تكون رخصة المحمل سارية المفعول، وأن يكون فريق اللفاح مكوناً من 10-13 عضواً وفريق الغوص من 8-12 عضواً. كما اشترطت اللجنة أن يكون المشاركون من الجنسية القطرية، كما يسمح بتسجيل 4 أشخاص من دول مجلس التعاون والمقيمين داخل قطر، ويكون اختيار نوع المسابقة إما صيد الحداق أو اللفاح، كما يحق للفرق المشاركة في مسابقات الصيد أن تشارك في مسابقة الغوص. ولتبقى كتارة على عهدها ماضية في الاحتفاء بتراثنا العريق وتخليد ماضينا الجميل. مشاهدينا مستمعين الكرام، فاصل قصير من بعد نكمل باقي فقرات البرنامج، خلكم ويانا. تعد الخيول العربية الأصيلة واحدة من أقدم سلالات الخيول في العالم، إذ يعود تاريخها إلى 5000 عام قبل الميلاد، وترجع سبب شهرتها إلى جمالها وقوة تحملها وعمرها الطويل. حياكم الله معنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام من بعد الفاصل. إذابة الأغذية المجمدة بشكل خاطئ قد تسبب تكاثر الميكروبات وبالتالي تؤدي إلى تلوث الطعام وأحيانا حدوث تسمم غذائي. في فقرتنا الصحية اليوم نتعرف على الطرق الصحية الآمنة لإذابة الطعام المجمد وخاصة اللحوم. يسرنا أن تكون معنا هيفاء عبد الله مشرف وحدة التفتيش المحلي لسلامة الغذاء. صباح الخير هيفا. صباح النور هلا حبيبتي هيفا. يعني الموضوع موضوع مهم وثري أكيد ويلامس كل بيت بالتأكيد. صحيح. الطريقة المثلى لإذابة اللحوم المجمدة.
شوف، الإذابة تعتبر مرحلة عالية الخطورة من مراحل السلسلة الغذائية. نعم. ولازم نتبع الطرق الصحيحة للإذابة لنتفادى التلوث البكتيري والنمو السريع للبكتيريا اللي ممكن تسبب لنا تسممات غذائية وتلف للمادة الغذائية. فهناك طريقتين من الطرق السليمة اللي احنا ممكن نتبعها في الإذابة، وهي اللي نوصي بها أكثر شيء، اللي هي استعمال الثلاجة. طبعاً استعمال الثلاجة في اشتراطات، ومن بعضها مثلاً عند نقل المادة الغذائية من الفريزر على الثلاجة لازم نتأكد أن الثلاجة ما تتجاوز درجة حرارتها أكثر من 4 درجات مئوية. نعم. أيضاً المادة الغذائية لازم نحطها في أوعية أو حاويات مغطاة ومزودة بمصفى، ونحطها في الرفوف السفلى للثلاجة. وأيضاً مدة الإذابة ما تتجاوز 72 ساعة للحوم والدواجن، و 48 ساعة للأسماك والمأكولات البحرية. طبعاً في حال انقضاء المدة قبل المدة اللي أنا ذكرتها، طبعاً لازم تنطبخ المادة الغذائية بشكل مباشر، ونحرص دائما ان قبل الطبخ ان هذه الماده الغذائيه تمت اذابتها بشكل تام. ثاني طريقه عندنا اللي هي الميكروويف، وممكن نستخدم الميكروويف بس بشرط ان احنا بعد الاذابه نستخدم او نطبخها بشكل مباشر، لان عاده تكون الاسطح او سطح الماده الغذائيه يكون ذايب وتكون البكتيريا فوقها نشطه، فاحنا نحاول نطبخها بشكل مباشر ونتفادى نتركها في درجه حراره الغرفه. نعم. فهذه اكثر الطرق السليمه اللي ممكن احنا نتبعها في الاذابه. طيب، نوعيه الحاويات او الاغلفه اللي نحطها مثلا فيها اللحوم، هل في مواد معينه؟ لا، أي مادة ممكن تكون من صنف غذائي، ستانلس ستيل أو بلاستيك من صنف غذائي أو زجاجية، بس إنها تكون مزودة بالمصفاة وتكون عليها أغطية محكمة الإغلاق. يعني ليش المصفاة؟ بس عشان إن إحنا نفصل الدم والسوائل اللي يطلع من المادة الغذائية عن المادة الغذائية، لأن إذا إحنا عطيناها بيئة خصبة مثل درجة حرارة مثل الرطوبة تساعد في يعني تكاثر ونمو سريع للبكتيريا. صح. هيفا، يعني أهالينا قبل، أمهاتنا تحديداً، كانوا ينقعون مثلاً اللحم أو شيء، أو الدياي، يمكن يعني الدياي بسرعة يستوي بس اللحم أكثر شيء، من يوم قبل، صح؟ هاي طريقة خاطئة للأسف، يعني لأن الظروف ودرجات الحرارة وقلت لك والبيئة والرطوبة كلها عوامل تساعد في البكتيريا أنها تتكاثر وتلف بعد للمادة الغذائية، بالتالي تسبب لنا أمراض. فهذه طريقة للأسف خاطئة والمفترض ما نتبعها. وهو يمكن ما يحتاج هالوقت كله هيفا، يعني مثل ليلة كاملة؟ حسب حجم المادة، يعني ممكن تكون قطعة كبيرة أو ممكن تكون قطعة صغيرة، حسب. فإحنا قلنا اللحوم والدواجن تأخذ 72 ساعة اللي هي 3 أيام، والأسماك بما أنها طري أو أنها مو مثل اللحوم والدواجن تأخذ مدة أقل، ممكن يومين في الثلاجة هاي، لكن ما نقول نحطها يومين أو 3 أيام برا يعني الثلاجة. فهاي أأمن الطرق، يعني اللي هي الثلاجة والميكروويف. طيب، لما مثلا أنا أذوبها بالماء العادي، هل ماء حار، ماء بارد؟ لا يمكن الإذابة بالماء الحار، لأنه يساعد على نمو البكتيريا. مثل ما قلت لك، البيئة الخصبة، الرطوبة، درجة الحرارة تساعد على نمو البكتيريا على سطح المادة الغذائية، بينما يكون جوف المادة الغذائية أو مركز المادة الغذائية ما زال متجمد، فبالتالي تلاقين استوت المادة الغذائية أو انضجت من برا ومن داخل ما انضجت، فتحتاج مدة أطول للطبخ. فإحنا كل ما كانت المادة الغذائية مذابة بشكل سليم، كل ما كانت مدة الطبخ أقصر. نعم. طيب، ذوبت اللحم مثلا بس ما استخدمت الكمية كاملة، هل أرجع الفريزر؟ احنا في المنازل ما ننصح بصراحة بإعادة تجميد المادة الغذائية، لأن ما في إمكانيات ولا في ممارسات واشتراطات صحية متبعة آمنة في المنازل. نعم. فيفضل أن نستخدم كميات بسيطة ونجمدها، يعني نقسم المادة الغذائية إلى كميات بسيطة ونطلعها وقت الحاجة، محتاجة هالكمية، محتاجة شوية زيادة، أطلع كيس ثاني مثلا. فهذه أفضل طريقة، لكن في حال ظرف
لازم ماء، يعني زادت عندك الكمية، فليفضل انك انت تطهينها او تطبخينها في الاول، بعدين تبردينها، ولازم تستخدمين الطريقة السليمة في التبريد، وبعدين يصير اعادة تجميد لها. فالخطوات طويلة وكلها خطوات حساسة يعني وعالية الخطورة، يعني التبريد نقطة جدا مهمة في موضوع بعد الطبخ قبل التجميد طبعا. فمثل المشات الغذائية الثانية عندها خلية، الخلية هذه تسوي التجميد السريع، فهاي مكلفة أصلا، والبيوت ما فيها هذه الجهاز أو هاي الإمكانية، فهذه في المشات الغذائية مسموح في إعادة التجميد، أما في المنازل لا يسمح بإعادة التجميد. يعني هاي فأنت تقصدين أن مثلا لو زاد مثلا لحم إحنا ممكن يعني وطبخناه بعدين نبرده بعدين جمده، نعم، وهذا صحيا اكثر. ايوه، ولكن التبريد لازم يكون تحت اشتراطات، منها من الاشتراطات تراعين الوقت ما يتجاوز ساعتين. يعني ممكن تستخدمين حمام ثلجي اللي هو ثلج وتحطين فيه وعاء وتحطين فيه الماده الغذائيه، بس مع التقليب، واشتراطات كثيره في موضوع التبريد، فهمت؟ يعني لو نتكلم كنا ناخذ حلقه كامله، فعشان كذي نقول احنا الخطوه هذه تاخذ يعني اشتراطات كثيرة، فالأحسن احنا عشان نضمن ان احنا ما نعيد تجميد المادة الغذائية نقسمها ونطلع حسب حاجتنا ونقلل الكمية. أيوة. نعم. طيب ماذا عن الخضروات؟ شوف الخضروات ما فيها خطورة، فهي ممكن تستخدمينها من غير إذابة على طول للطبخ يعني. نعم. ما لم يذكر خلاف ذلك طبعا من قبل الشركة المصنعة، وطبعا لازم نقرأ البيانات اللي مكتوبة على أكياس الخضروات المجمدة، شنو ما يقول المصنع أو الشركة المصنعة لازم نتبعها، أما ما فيها هي خطورة فممكن نستخدمها مباشرة وقت الطبخ يعني من غير إذابة. في خضروات معينة يعني صراحة نتعب معاها، عندك الجلجلان، البقدونس، هاي من تطلعينها لان الكميه تكون كبيره، ما عشان شلون نحفظها بطريقه صحيحه؟ شوفي هي انت اذا جمدتيها مثل هي الخضروات الورقيه او الخضروات الثانيه، لو انت جمدتيها استخدميها مباشره، يعني انت تقول يمكن انا اطلعها يمكن تذبل او تخرب، فعشان تقول طلعيها من غير اذابه ونزليها او طبخيها على طول في الطبخ يعني. فهاي افضل شيء يعني، ما في طريقه ثانيه. اذا افضل طريقه لحفظ الخضروات التجميد ولا ان انا احطها في الثلاجه؟ والله حسب حسب الماده الغذائيه يعني. نعم. حسب نوع يعني الخضره نفسها. في طرق كثيره في موضوع طريقه حفظ مثلا الخضروات الورقيه او الخضروات الثانيه، في خضروات ممكن تقعد اطول مثل نقول خلينا نقول جزر، وهاي ممكن يعني يقعد في الثلاجه مده اطول، لكن الطماط ممكن يفسد او يخترب بسرعه، فحسب كل نوع او كل مادة غذائية. طيب وينطبق على الخضروات ما ينطبق على اللحوم؟ يعني إذا أنا مثلا برجع بجمدها لازم أغسلها وبعدين؟ ما هاي إحنا نقول أنت لما تعرضين المادة الغذائية لظروف معينة مثل غسيل، في خلال الغسيل ممكن يحصل لها تلوث، يمكن قعدت في درجة حرارة الغرفة مدة أطول فبالتالي صار نمو بكتيري، فأنت ما تعرفين حسب الظروف هي. لو أنت أخذتيها وهي كانت مثلا عرضتيها للماء أو غسلتيها، فبالتالي يمكن انت في هاللحظه تلوثت، فانت وش بتسوين؟ بتجمدينها مع التلوث. اي فلما تجين تطلعينها مره ثانيه البكتيريا فيها ما ماتت، يعني الفريزر او درجه الحراره المنخفضه هي تبطئ عمليه نمو وتكاثر البكتيريا لا اكثر ولا اقل، لكن ما تذبحها. يعني انت حتى لو وصلت مرحله معينه البكتيريا من النمو والتكاثر تفرز سموم، بالطبخ بتقولين بتموت، ممكن تموت بالطبخ لكن سمها ما راح يموت، ما راح يختفي، ما راح ينغسل، فبيتم السم موجود في المادة الغذائية. فعشان تي نقول احنا نتفادى كل هالعمليات ونتبع الطرق الصحيحة في الإذابة او تداول الغذاء. طيب بالنسبة للفاكهة هل في طرق مختلفة ولا هي مشابهة للخضروات؟ نفس الشيء للخضروات حسب نوعها. طيب شنو ممكن مثلا الأمراض اللي ممكن تنتقل للإنسان إذا يعني ما حفظ الفاكهة أو حتى اللحم بطريقة سليمة؟ طبعا في حال عدم التزام بالاشتراطات الصحية ممكن يحدث اللي هو النمو السريع والتلف للمادة الغذائية وبالتالي تسمم غذائي. هذه من أهم الأمراض اللي ممكن تصيد الإنسان من بسبب سوء التعامل أو التداول مع الأغذية. نعم. حتى احيانا هيفا تشوفين ان مثلا التخزين يكون تخزين خاطئ، تلاقين خضره على لحم على
أيوة، ما هذا إحنا أصلاً بعد موضوع ثاني، موضوع إن أنت تخزينك في الثلاجة كان أو في الفريزر أو في المخزن الجاف كله له اشتراطات وله مواصفات، فأنت لازم تتبعين نوع التخزين مع نوع المادة الغذائية حسب كل مادة وكل نوع. فما حتى في الثلاجة ما ينفع أنا أحط، ليش أنا أقول لك الإذابة تكون في الرفوف السفلى ما تكون فوق، يعني حتى نتفادى مثلا تنزل عصارة أو سوائل من المادة الغذائية النية على مثلا فواكه وخضروات وممكن فطاير أكل يعني جاهز أو مواد غذائية جاهزة للأكل. فعشان شي إحنا نقول لو اتبعنا إحنا دي الاشتراطات بنتفادى كثير من التلوثات وبالتالي بنتفادى طبعا التسمم الغذائي. نعم. هيفا أنت يعني مشرف في وحدة تفتيش أيضا لسلامة الأغذية، ما ينطبق على المنزل ينطبق على المطاعم طبعاً خلال جولات تفتيش؟ طبعاً يختلف، المنشآت الغذائية مثل ما قلت لك عندها إمكانيات مختلفة، عندها اشتراطات مختلفة، عندها مواصفات لازم تتبعها. صعب في البيوت نطبق كل شيء موجود في المنشآت الغذائية إلا إذا توفرت الإمكانيات، يعني في أمور كثيرة في طريقة الطبخ، في طريقة التحضير، في الطبق، يعني أنت في البيت ما بتحضري مثل الكمية اللي أنت تحضرينها في المطاعم. مطعم صحيح. والأشياء حتى الأجهزة والإمكانيات. نعم طبعا هاي كلها تأثر، فعشان شي في اختلاف كبير بين الطبخ في المنزل والطبخ في المطاعم أو المنشآت الغذائية. نعم. في الختام هيفا نبي بعض النصائح تقولينها للمحافظة على سلامة التخزين. والله من بعض النصائح دائما ننصح يعني باستخدام الطرق، اول شيء الصحيحه في الاذابه عشان نتفادى اي تلوث بكتيري او اي تسممات غذائيه، المحافظه مثلا او نتفادى ترك الماده الغذائيه خارج الثلاجه او الفريزر لاكثر من ساعتين، بعد يساعد على النمو السريع للبكتيريا، درجه الحراره جدا مهمه، نتاكد ان الماده الغذائيه تم اذابتها بشكل تام قبل الطبخ، وهذا يساعدنا على سرعه نضج او استواء الماده الغذائيه، والتاكد من ان حتى جوف الماده الغذائيه يمكن الاماكن اللي ملامسه للعظم او الداخليه للماده الغذائيه تكون استوت وما فيها اي عصارات او دم او لون وردي مثلا. مهم جدا التنظيف والتطهير، التنظيف والتطهير لازم يكون بشكل جيد، بالذات حق الأسطح اللي اشتغلنا عليها، الأدوات والمعدات اللي استخدمناها في المواد الغذائية النيئة، قد ما نقدر ننظف لو احنا بنستخدم هالمعدات حق أشياء ثانية بعد الإذابة لازم ننظفها ونطهرها بشكل تام أو بعدين ممكن نستخدمها، أو نفصل باستخدام معدات في اللوح تقطيع مثلا على سبيل المثال حق اللحوم النيئه او المواد الغذائيه النيئه، غير عن لوح التقطيع اللي بنستخدمه حق مواد غذائيه جاهزه للاكل او خضروات. فنتفادى كل هذه الامور وان شاء الله يعني نطلع سالمين يعني من التسممات الغذائيه يعني والامراض حتى تقليل الكميات هيفا يعني او الشراء حسب الحاجه يعني هذه صح. بعد هذه يعني موضوع التسوق، موضوع التسوق بعد كبير يعني، واكيد ان الواحد يشتري حسب حاجته حتى تتفادين انت المده الطويله في التخزين مثلا او تلف للماده الغذائيه في التخزين، فدائما نقلل الكميات ونستخدمها حسب حاجتنا. نعم. هيفا عبد الله مشرف وحده التفتيش المحلي لسلامه الغذاء، شكرا لك. نعم حبيبي. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، القاعدة الذهبية للمحافظة على الصحة الجيدة والوقاية من الأمراض تكمن في التغذية المتوازنة وأيضا المحافظة في التنويع على مجموعة الأطعمة المتناولة يوميا لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم. والحين خلونا نترككم مع بعض الأحداث الهامة والتي حدثت في مثل هذا اليوم ولنا عودة. حدث في مثل هذا اليوم 22 من مارس آذار، في مثل هذا اليوم من عام 1895 عرض أول فيلم سينمائي في فرنسا، وذلك في الصالون الهندي بالمقهى الكبير في العاصمة الفرنسية باريس، وكان فيلما صامتا للأخوين أوغست اللذين يعدان أول من صنع فيلما سينمائيا متحركا. وفي مثله من عام 1945 أسست جامعة الدول العربية
ووفقا لميثاق تأسيسها فإنها تهدف إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمير مستقبلها وتحقيق أمانيها وأمالها. وتضم الجامعة في عضويتها 22 دولة عربية. وفي مثله من عام 1993 أعلنت منظمة الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، والهدف من ذلك هو إذكاء الوعي بتعذر حصول ما يزيد عن 2 مليار فرد على المياه الصالحة للشرب والاتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المياه العالمية. أرحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام مرة ثانية، ونرحب في كل من انضم لنا من بعد الفاصل. وصلنا لفقرة تواصل اجتماعي. سؤال اليوم كان: كيف تساهم المراكز الشبابية في تطوير الإنسان؟ خلونا نشوف المشاركات. إلى أول مشاركة، المشاركة الأولى: لها دور كبير في تطوير المهارات والإبداعات في مختلف المجالات، بالتأكيد. مشاركة ثانية: تبادل المعلومات والخبرات بين منتسبي المراكز. والمشاركة الأخرى والأخيرة: تطوير أفكار وعملية تعليمية. إذن نبقى في التواصل الاجتماعي مع فقرة هاشتاغ، واخترنا لكم اليوم هاشتاغ تطوير إلى أول تغريدة. النجاح لا يعني أن تعمل طول النهار وازن بين العمل والراحة، لأن وقت الراحة هو أفضل وقت لإنتاج أفكار تفيدك في العمل، إذا لابد من استقطاع وقت للراحة. مشاركة أخرى من مرام: مرورنا ببعض التجارب المتعثرة لا يمكن أن يحيل حياتنا إلى فوضى، ولا يمكن ترتيبها كما نعتقد. كل ما نحتاجه هو ذلك النفس الطويل ثم نظرة بعمق نحو إعادة ترتيب ذواتنا قبل الآخرين. مشاركة أخرى: أكبر عائق في طريق نجاحك وإنجازاتك هو خوفك من الفشل. ما وصل له الناجحون هو ثمرة إخفاقات سابقة تعلموا منها وأكملوا المسير حتى وصلوا. هذه هي المشاركة الأخيرة. إذا الأخطاء هي التي تعلم مشاهدينا ومستمعينا دور المراكز الشبابية، سواء للشباب أو حتى الفتيات، دور مهم في خدمة المجتمع واستثمار طاقات أبناء وأيضا المساهمة في تنمية المجتمع. نبقى في الشأن الثقافي، حيث افتتح سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة فرعا جديدا لمركز نوماس في سوق الوكر القديم. نشوف التفاصيل بالتقرير التالي. في إطار الخطة التوسعية للمركز في مناطق الدولة الخارجية، وتنفيذاً لرسالته في أن يكون مدرسة احترافية وحاضنة للثقافة والتراث في دولة قطر، افتتح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة فرعاً جديداً لمركز نوماس في سوق الوكر القديم بالمدينة. احنا نتمنى أن يكون هذا المركز فاتحة خير علينا وعلى أهل الوكرة، خصوصا أن احنا نعيش أيام جميلة الآن باحتفال الدوحة عاصمة للثقافة الإسلامية في العالم. طموحنا كمركز أن نقدم كل الخدمات اللي يطمحون لها سكان وأهالي الوكرة، من دورات ركوب الخيل، ركوب الهجن، السقارة، السباحة، القوس، أداب المجلس والعرضة، وبالنسبة للبنات أيضا أداب المقعد والكور والإبرة والمدود، وكل ما يتمناه أهالي مدينة الوكرة. وخلال الافتتاح اطلع سعادة وزير الثقافة والرياضة على الأقسام المختلفة للمركز، والتي خصص بعضاً منها لفعاليات الشباب، إلى جانب الأقسام التي خصصت للبنات ومنها الحرف اليدوية القديمة، كما شاهد عدداً من الأفلام القصيرة التي توضح أنشطة المركز للحفاظ على الهوية القطرية. فكرة افتتاح مركز نوماس هذه من ضمن الاستراتيجية اللي حطيناها في مركز نوماس، كنفتح أفرع وخدمات لأهالي هالمنطقة. طبعا احنا من ضمن خطة مركز نوماس فتحنا
المركز هذا يغطي الجانب الجنوبي لمنطقة قطر أو جنوب المنطقة القطرية، لأن أهالي منطقة الوكرة طبعا يقدم لها مركز نمص عدة الخدمات مثل الدورات اللي موجودة والبرامج الأنشطة. وجاء افتتاح فرع مركز نماس بالوكرة ضمن برنامج الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2021 المقامة تحت شعار ثقافتنا نور، لما يحقق المركز من إبراز ثراء الثقافة المحلية والقيم الإنسانية لثقافة دولة قطر وتاريخها العريق. ومن مركز نوماس إلى مركز الدانة الفتيات، والذي عقد اجتماعاً للجمعية العمومية عبر تطبيق زوم، وذلك لعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المركز خلال الفترة السابقة، وأيضاً عرض مشروع خطة وبرامج المركز واستعراض استراتيجية وتطوير المركز. المزيد حول المركز يسرنا أن نستضيف جميل الأنصاري نائب الرئيس لمركز الدانة الفتيات. صباح الخير جميل. أهلاً حبتي، صباح الخير. جميلة، في البداية كلمينا عن الاجتماع الذي عقد للجمعية العمومية وشنو كانت أهم القرارات أو النتائج. بداية أنا أشكركم على هذه الاستضافة وأشيد بدور وزارة الثقافة والرياضة في دعم الشباب. مركز الدانة الفتيات مركز يتبع وزارة الثقافة والرياضة، تم اختياره من ضمن 3 مراكز العام الماضي ليكونون في المراكز الانتخابية، بحيث أنهم يدخلون الانتخابات فئة الشباب اللي هي تترشح للمناصب الإدارية، ويتم ترشيحهم من قبل الشباب أيضا في اختيارهم. فتم انتخابي وانتخاب للسادة ولا هي الرئيس وأنا نائب الرئيس. وبعد انعقاد عام كامل على الانتخابات عقدنا الجمعية العمومية. نعم، طيب بالنسبة للجمعية العمومية وأهمية وجود الانتخاب والاختيار، هاي مهم جدا بالنسبة للشباب، شلون تقيسينه أنت كنائب رئيس؟ طبعا تفعيل دور الجمعيات العمومية ضروري لتفعيل دور الشباب، تنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية، تأكيد على دورهم في المجتمع. نعم. يعني زيادة الوعي الذاتي لدى الشباب، ممارسة الديمقراطية، بحيث أن هذه الجمعيات العمومية ضرورية للشباب وللمجتمع. نعم، هما جميلة، شلون ينتخبون؟ يعني هل مثلا أصوات معينة ولا تزكية ولا شلون؟ الانتخابات تصير عضويات، العضوية هذه أنت تنتسبين فيها حق المركز. نعم. في نفس الوقت العضوية هذه دخلت الجمعية العمومية، بحيث أن أنت تختارين المرشح، والمرشح يكون من فئة الشباب اللي هي الفئة العمرية اللي هي من تقريبا 21 سنة فما فوق. فلما تصير الجمعية العمومية يتم اختيار فيها الشخص المنتخب من قبل الأعضاء. نعم، من قبل الأعضاء يعني. طيب جميلة، بالنسبة على ضوء انعقاد اجتماع الجمعية العمومية أكيد كان هناك مناقشة لخطة المركز، كلمينا عن الخطة والبرامج. تم عرض الخطة السنوية للعام السابق لإعلام الأعضاء بالإنجاز اللي أنجز المركز في العام السابق. فتم استعراض من شهر فبراير اللي هو كان في تقريبا الأنشطة الرياضية، الدانة الحديثة، يعني مجموعة ورش وأنشطة. وبالإضافة إلى كان في شهر فبراير مركز الدانة الفتيات شارك في الملتقى الشبابي الثالث لوزارة الثقافة والرياضة. في شهر مارس دخل علينا طبعا الكورونا على بلادنا الحبيبة قطر، فقدمنا مجموعة ورش عن الوقاية من الكورونا، إدارة الأزمات، تنمية الإبداع. نعم. على شهر 4 تقريبا كانت عندنا مجموعة من الورش اللي هي نقدر نقول الحرفية اللي يقدرون شوي يشغلون فيها وقتهم، مثل صناعة الصابون، صناعة الأكسسوارات، أشغال يدوية، تنمية الابتكار. بعدها على شهر 5 دخلنا على شهر رمضان الكريم، فكان عندنا رمضان الأول وبرنامج مسيان قطر، ويعني مجموعة برامج تخص رمضان. وشهر 6 كان عندنا صناعة النجاح وبصمة قوة وإنجاز، يعني مجموعة من الورش الأنشطة المختلفة اللي تخص البرامج. من الأشياء اللي قدمها المركز اللي شاركنا في اليوم الشباب العالمي مع اليونسكو. نعم. استضفنا فيه مجموعة من الشباب العرب ومن قطر أيضا، ومن عمان، من الكويت، من الأردن، من الصين أيضا استضفنا شابة
فكان حوار عن الشباب شلون واجهوا الكورونا يعني من كل بلد وأفكارهم واستغلال الوقت. فكان في هالسنة هذه مجموعة إنجازات إن إحنا شلون قدرنا نتحدى ونحول المركز من مركز إن الفتيات يجون عندنا إن إحنا نتحول على برامج التواصل الاجتماعي. نعم جميلة يعني هذه الأنشطة الكثيرة والورش بالتأكيد لها انعكاس على المنتسبات للمركز. بس خليني أسألك شلون كانت هذه الورش تقام؟ يعني هل كانت تقام عن بعد ولا كانت تقام في المركز؟ عن بعد مثل ما قلت لك سابقا كنا نستقبل الفتيات عندنا في المركز، تكون عندنا أعداد معينة مثلا 20-25 للورشة حسب مكان الورشة وحسب استيعاب المدربة للعدد الفتيات اللي بيشتركون معها. بعد ذلك لما دخلت علينا الكورونا يعني حولنا كل البرامج عبر تطبيقات مثلاً لايف إنستغرام، أحياناً ممكن تنزل على اليوتيوب، أحياناً تنزل على برامج زوم حسب المدرب شلون حاب إنه هو يعقدها، إنها تكون مثلاً بث مباشر أو مثلاً يكون تكون مسجلة. فقدمنا البرامج هذه مثل ما تقول كان تحدي إن إحنا شلون نقدر في من أنت مثلاً لايف تكونين مع المتدرب، إن أنت تحاورينه شلون أنت تنتقلين معه وتجذبينه عن طريق التواصل الاجتماعي. نعم إذن جميل. شلون بالنسبة لرمضان؟ الحين رمضان جاي وأكيد في فعاليات مختلفة، كلمينا عنه. عندنا إن شاء الله برنامج رمضان الأول مثل برنامج يتكلمون فيه عن رمضان قديما، استقبال رمضان. عندنا عن القرنقعو أيضا، عندنا إن شاء الله بعد تعاون مع قطر الخيرية عن برنامج الغبقة، بتكون مثل توصيل بعض الوجبات للأسر المحتاجة. وبيكون عندنا البحث العلمي، أهمية البحث العلمي وخطواته، وبيكون أيضا معنا تعاون مع معهد الدوحة للدراسات في الخرائط الذهنية. يعني مجموعة إن شاء الله ورش بتكون على شهر رمضان الكريم. نفس الشيء بيكون عن بعد؟ أغلبها بتكون إن شاء الله عن بعد، محافظة على الشباب على المجتمع. طيب جميل، اللي حاب ينتسب للمركز شلون الطريقة؟ يتابعون على الانستغرام، ممكن مجرد ما انهم يسجلون على الانستغرام جميع الورش مجانيه لفئه الشباب، يقدرون يعرفون عنها اول باول. ينطرح جدول شهري، يقدرون يعرفون منه كل يوم في الاسبوع شنو فيه. يتواصلون معنا عن طريق مثلا ارقام التليفون، نعم، الايميل باللي هم حابين مثلا احنا نقدمه لهم ان شاء الله على الاشهر القادمه. نعم جميله، يعني ممكن مثلا فئة عمرية معينة هي اللي تنتسب للمركز. كلمتك لهم يعني شجعيهم، شنو حابة تقولين لهم؟ مركز الدانة الفتيات يتبع الوزارة مثل ما قلنا لفئة الفتيات، متخصص من 15 سنة فما فوق. نرحب فيهم، يقدرون يتواصلون معنا، يطرحون علينا أفكارهم، يتناقشون معنا، باب الحوار مفتوح. احنا نقدم عدة ورش وعدة يعني أنشطة في تنمية المهارات والإبداع. احنا محتاجينهم مثل ما هم محتاجيننا. نعم. يعني الإبداع والابتكار واستغلال الوقت احنا نأكد عليه. نعم جميلة الأنصاري، نائب الرئيس لمركز الدانة الفتيات، شكرا لك حبيبتي. شكرا لكم. إذا مشاهدينا مستمعينا نصل إلى أخبار من حول العالم. وفي هونغ كونغ جهود جبارة يبذلها العلماء لإعادة إحياء الشعاب المرجانية والتي باتت مهددة بسبب التغير المناخي وأيضا ارتفاع حرارة المياه. انتبه. في المياه الهادئة لبحر الصين الجنوبي قبالة الخط الساحلي الشرقي لهونغ كونغ، يشعر العلماء بسعادة غامرة لرؤية سمكة حبار تحمي بيضها داخل القاع المشكل من الطين الاصطناعي الذي أنتج باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من أجل المساعدة على استعادة الشعاب المرجانية الهشة في المنطقة. رغم أن هونغ كونغ تعتبر مثالاً على الكثافة الحضرية، إلا أنها محاطة بمجموعة مدهشة من المناظر الطبيعية، ومن بينها القليل من الشعاب المرجانية التي تعد من أفضل أسرار المدينة المحفوظة في قاع البحر. ويقول العلماء إن أكثر من 80 نوعاً من الشعاب المرجانية توجد في مياه هونغ كونغ، وهي أكثر تنوعاً من تلك الموجودة في البحر الكاريبي. ولكن تأثير التغيرات المناخية وزيادة الاحترار
تؤثر بقوة على الشعاب المرجانية في العالم، ولهذا يجتهد هذا الفريق من علماء البحار من أجل المساعدة في استعادة الشعاب المرجانية الهشة في المدينة. ولذلك بدأوا في استخدام البلاط المصنوع عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يعمل كسرير اصطناعي للشعاب المرجانية لتلتصق به وتزدهر، وهي عملية بدأت تحقق نتائج واعدة. الشعاب المرجانية هي مستعمرات لمليارات من اللافقاريات، وهي شديدة الحساسية لتغير درجات الحرارة، فعندما تصبح ساخنة تفقد لونها النابض بالحياة وتموت، وتتطلب إعادة إسكان الشعاب المرجانية الميتة أو التالفة أرضية مناسبة لتلتصق بها اليرقات المتبقية لتبني منزلا جديدا. ومن بين العديد من الحلول المستخدمة، أثبت البلاط المصنوع من الطين حتى الآن أنه يمكن الاعتماد عليه. مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة اليوم من الصباح رباح. نشكركم على تفاعلكم على سؤال اليوم، ونذكركم سؤال الغد، وهو: هل تستمع إلى البودكاست وماذا تسمع؟ هذه كانت حلقتنا اليوم، نلقاكم إن شاء الله بكرة على خير. إلى ذلك الوقت كونوا بخير وفي أمان الله.